وأجر وعافية. عاوزين نشوف ونرجع نكمل كلامنا، نشوف اوكي ونرجع على طول. تمام. انا دلوقتي عايزه اتكلم بطريقه علميه شويه. ايه اسباب البريست كانسر؟ نمره واحد، لو في بدايه من سن دوره شهريه لما بتيجي بدري عند البنات، او انها تتاخر كسن ياس، دي من الحاجات العوامل المساعده. تاني حاجه، عائلات احيانا بيبقى الام او الجده او الخاله ظهوره في العيله، ده احتمالات يبقى فيه اصابه باورام الثدي، خصوصا ان ممكن تبقى معاها كمان المبيض، سرطان المبيض او قولون بنسميها بركوان او بركاتو، لقوا فيه احيانا كومبينيشن، يعني بيحصل اتنين مع بعض. تالت حاجه، الناس اللي كانت بتستخدم زمان حبوب منع الحمل لفترات طويله جدا جدا، وجدوا فعلا انها ممكن تكون من الحاجات اللي بتسبب سرطان. بعد كده الحاجات المسرطنه، التعرض للضغوط النفسيه كتير، التعرض للاشعاع، الناس اللي بتفرد شعرها مده، التاتو، الاشعاع كتير من الكمبيوترات، الناس اللي بتشتغل في مجال مغناطيسي كتير.